هذا هو المكلف بنشر التطرف الوهابي المشرقي البدوي باللسان الأمازيغي في أوساط الأمازيغ البسطاء. هذا المتطرف يستعمل بذكاء ومكر أسلوب السخرية والتخفي. فيديوهاته ظاهرها موعظة دينية وباطنها التكفير والتطرف، ويستعمل دائما عبارة هذا ما قاله أهل العلم لتبرير التكفير والتطرف وعدائه للتراث والثقافة الأمازيغية. وأهل العلم طبعا في نظره ليس علماء السوس المشهود لهم كالمختار السوسي والحج الحبيب. وغيرهم لكن فقهاء بول البعير والتكفيريين المشرقيين الذين تستمد منهم التنظيمات العنيفة فتاويها. الأمازيغ تاريخيا لهم فقهاؤهم وخلقوا لأنفسهم نموذجا دينيا متسامحا وفقها مستقلا ومتميزا عن الشرق ومنسجما مع أعرافهم وتقاليدهم وشخصيتهم، يعتمد أساسا على الأشعرية في العقيدة والاجتهاد في المعاملات ومدرسة التصوف في السلوك والأخلاق، عكس الفقه الوهابي الغارق في البداوة الحجازية والتطرف والتكفير لأبسط الأشياء. تعتمد الوهابية على تقديس فقه الشيوخ الذي ليس إلا عملا بشريا أغلبه تم تدوينه 200 سنة بعد وفاة الرسول من طرف فقهاء العباسيين، بالإضافة إلى فقهاء السلاطين آل سعود ومن الوهابيين. ويعتمد أساسا على أحاديث كاذبة منسوبة للرسول تتناقض رسالة القرآن السمحة واختراع مبدأ الناسخ والمنسوخ الذي يستعملونه لإلغاء كل ما هو إنساني وجميل وسلمي في آيات القرآن، كقولهم أن كل آية التسامح وحرية الاعتقاد نسختها آية الجهاد. المهم أن القضية جادة وخطيرة لأن أراضي سوس قلعة الإسلام الحقيقي السمح، السوسي الذي احترم ثقافتنا من أحوش وأعراس وتقاليد وتعايش مع اليهود والمسلمين في قرى صغيرة، كل هذا يستهدفه المتطرفون ولهم مخطط لتحويل قرى سوس الجميلة إلى قرى شبيهة لقرى طالبان. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في قناتنا أمازيغ تيوب التي تعنى بكل ما هو جديد في الساحة الإخبارية محليا ووطنيا ودوليا وبالثقافة الأمازيغية وآخر أخبارها. فتفضلوا بالبقاء معنا ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديدنا.